قصتنا هذه قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته، فشعوره بها أعمق وروايته لها أدق وأصدق. قال سلمان: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان. كان أبي هو رئيس القرية وأغنى أهلها وأعلاهم منزلة، وكنت أحب خلق الله إليه، ثم ما زال حبه لي يشتد حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها هم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لينظر ما يصنعون، فلما تأملتهم عجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، والله ما تركتهم حتى غربت الشمس، ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت، وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين أبائك خير منه. قلت: كلا والله، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام فأخبروني به. فاحتلت على قيدي حتى حللت، خرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف راعي الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: ادخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبث أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه، ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا حتى جمع 7 قلال من الذهب. فبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه. ثم ما لبث أن مات فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم، دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم إنه لم يمضي غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلازمته، وما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا. فأحببته حبا جما وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجل بالموصل، هو فلان لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه
قصصت عليه خبري وقلت له إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق، فقال أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي به ومن تأمرني بالإلحاق به؟ فقال أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجل بنصبين، وهو مكان يبعد عن الموصل 6 أميال، وهو فلان فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحب نصبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحبه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي به؟ فقال أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجل بعمرية هو فلان فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدى أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي به وما تأمرني أن أفعل؟ فقال يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أضل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وفاه الأجل، فمكثت بعده بعمرية زمانا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم إن حملتوني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي، فقالوا نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب، ورأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمرية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبادرت إلى النزول عن النخلة وجعلت أقول للرجل ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت قد جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل، فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت في نفسي هذه الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقيع الغردق
حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمرية، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم، فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي، فأعجب بها، وصره أن يسمعها أصحابه مني، فأسمعتهم إياها، فعجبوا منها أشد العجب، وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. العبرة. حرص سيدنا سلمان على أنه يعرف الحقيقة هي بتعبر عن حرصه على الجزء الثاني من حياته، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وصل لنا العلم ده. ومعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا من أن احنا نعرف القصة دي، يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى يريد شيء من القصة دي، ويريد أن احنا نعرف حاجة من القصة دي. يا ترى هي ايه القصة دي؟ بتكلمنا عن الحقيقة، وإن إزاي نوصل لها، وإيه الثمر اللي وراها، وإيه البذل المفروض يتبذل عشان نوصل للحقيقة. إحنا دلوقتي في العصر بتاعنا لو واحد حب إنه يلتزم ولا حاجة وراح للشيخ واكتشف إن الشيخ ده يعني غلط له كده غلطتين تلاتة، يعني ما كلش يعني أموال الناس بالباطل ولا حاجة، يتركه ويترك الدين ويترك الالتزام كله. لكن سيدنا سلمان عرف يفصل ما بين الداعية وما بين الدين، ما حطهمش في خندق واحد. مش معنى ان في بعض المقصرين وبعض الناس المنتسبين للدين اللي بتصرفوا تصرفات تضاد الدين ده معناه ان الدين وحش، لا. الله سبحانه وتعالى اسمه الحق، ويحب الحق، ويحب من يبحث عن الحق. فعايزاكي تبقي انت كمان كده، ابحثي عن الحق، لا تكتفي بالمعلومة اللي جات لك كده على الطاير، سواء في امور دنيتك او امور دينك، لان انت في الاول وفي الاخر هتتسألي كل الحاجات اللي ربنا يسألك عليها دي أهمية. ربنا يسألك عن يعني يسألك عن عقيدتك، من الله، فلازم تبحثي عن الحق في من الله، ولا تكتفي أبدا بشيخ ولا اتنين يكلموك عن ربنا، لا، اقرأي تاني واسمعي تاني، يمكن ده أثر في حاجة، يمكن ده اداكي صورة غلط، يمكن الشيخ ده ما اداكيش الصورة الكاملة عن ربنا. تانيك ابحثي حتى تصلي إلى التصور الحقيقي لله. الدين الصح يصف الله بصفات كمال، الدين غلط يصف الله بصفات نقص. الدين الصح يتكلم عن ربنا بما تكلم الله به عن نفسه، يوصف ربنا بما وصف بنفسه. الدين الغلط يوصف ربنا بوصف من عنده، لأن لا أحد يعلم عن الله إلا الله. سيدنا سلمان كان بيبحث عن الحقيقة، أنا عايزك تبحثي عن الحقيقة، مين ربنا بالنسبة لك؟ ناس كتيرة بتكلمك عن ربنا غلط، وده هترتب عليه مشاكل كبيرة جدا، هترتب عليه انك انت تقولي ليه يا رب ساعات، وهتحسي كده ان ربنا هدى الناس وما اداكيش، وهتحسي ان ربنا يعني ما نصرش الفلسطينيين يعني برغم ان هم يعني مستضعفين، وهو كان قادر على انه ينصرهم، ليه كده؟ ليه ما نصرهمش كده؟ وتقعدي بقى تلومي في ربنا كده؟ وهيؤدي دوت الى انك انت تقولي بقى لا 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 ده ربنا سيبنا ولا ايه، لا لا خلاص انا بلدين بلا بتاع. وممكن كمان يؤدي الى ان انت اذا تعارض دينك مع دنيتك هتختاري الدنيا، يعني هيترتب عليه حاجات كتيرة جدا. هي معرفتك مين الله الاول، وبعدين ماذا يريد، يعني مش ماذا تريد انت من الدين، لا، انت ماذا يريد. ده يبقى تركيزك كله في ماذا يريد الله سبحانه وتعالى، وتبقي عايشة على الهدف ده، هو تحقيق ما يريد، هو ده هدفنا. فسيدنا سلمان العبرة اللي ممكن ناخدها من قصته هي ان احنا نعمل زيه ونبحث عن الحق. الحق في العقيدة ايه؟ الحق في العلاقة الزوجية ايه؟ الحق في العلاقة اللي ما بيني وبين اهلي ايه؟ الحق في اللبس، الحق في الكلام، الحق في العلم. ابحثي دايما عن الحقيقة، و عشان طبعا احنا عندنا المتغيرات كتير، وعندنا الميديا مليئة بالمشايخ،
والمكتبات مليئة بالكتب، فاحنا طبعا محتاسين فيها دي، نعمل ايه؟ فملناش حل غير ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا الحق، فاطلب من ربنا انه يعرفك الحقيقة في كل شيء قبل ما تموتي، لان اللي مش عارف الحقيقة مخدوع، والمخدوع لن يصل الى الجنة. ده حقيقة على فكرة، المخدوع مش هيعرف يوصل للجنة بسرعة، ممكن يتعب، ممكن يعاني، ممكن يتوه، ممكن ما يروحش اصلا. فالبحث عن الحقيقة في كل شيء. لو انت ام، ابحثي في حقيقة تربية الاولاد، انا بربي اولادي صح ولا غلط؟ انا بتصرف صح ولا غلط؟ هو ايه التصرف الصح في الموقف ده؟ انما للأسف اللي بيحصل ايه، كل واحدة فينا ماشية بالمخ. لو انت زوجة، ابحثي عن الحقيقة في الزواج، افهمي العلاقة دي كويس، يا ترى هي عقد ملكية ولا هو عقد احتكار ولا هو مجرد شراكة ما بيني وبين شخص؟ افهمي الفكرة دي، لانه هيترتب على الفهم ده حاجات كتير. ولو انت طالب علم بتدرس، افهم البداية بتبقى ازاي، والتدرب بيبقى ازاي، والصح يبقى كذا مع كذا شيخ ولا هو شيخ واحد، والصح من كتاب ولا عن طريق شيخ مباشرة. ابحث عن حقيقة طلب العلم، ازاي اطلبه. ولو انت بتشتغلي، ابحثي برضو عن حقيقة طلب الرزق، كيف يطلب الرزق، كيف يأتيني الله بالرزق، وهل لازم ست تشتغل ولا ممكن ما تشتغلش؟ طب وتشتغل ازاي؟ في حقيقة في الامر ده؟ طبعا تمشيش بدماغك، ما تمشيش بدماغك هتضل وهتتعبي وترجعي تندمي وتقولي يا ريت. فلكل امر حقيقة ابحثي عنه، وان شاء الله تجد الحقيقة باذن الله، واستخيري وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب، وربنا سبحانه وتعالى قريب، وربنا سبحانه وتعالى كريم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.